السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على أنبيائه الذين اصطفى. اليوم بدي أتكلم على قضية هشاشة العظام وعلاقتها بالعمود الفقري وأهميتها. هشاشة العظام باختصار هو عبارة عن مرض يصيب معظم شرائح المجتمع، لا يقتصر كما هو مفهوم بالخطأ على النساء أو على كبار السن فقط، بل هو مرض عام يشمل جميع شرائح المجتمع بل وجميع الأعمار. تختلف الأسباب طبعا من شريحة إلى شريحة ومن فئة إلى أخرى. ينتشر بين السيدات أكثر من الرجال، ينتشر بين كبار السن الذين تعدوا 50 سنة عن من هم أصغر منهم، ولكن كما قلت سالفا هو موجود عند الجميع. لن أخوض في تفاصيل حصول المرض، ولكن أريد أن أتحدث عن نقطة محددة فقط، وهو العمود الفقري وهشاشة العظام. كثير من الحالات اللي بنقابلها نحن في المستشفى بيجوا مرضى بيعانوا من آلام مبرحة جدا دون أي مجهود، فجأة جاء ألم قوي جدا في الظهر ومش قادر يتحمله، وتعمل أشعة وتشوف كسر في العمود الفقري، والكسر هذا بدون أي سابق إنذار أو إصابة أو طيحة أو مشال شيء ثقيل، إنما إنه فجأة حصل معاه، بيمشي أو بيعمل مجهود عادي طق انكسر، سمع طقة في ظهره أو جاء ألم قوي جدا زي القنبلة انفجرت في ظهره وسببت له الألم. ليش يحصل هذا الكلام؟ وإيش المفروض يعمل المريض اللي خضع أو اللي حصل معاه كسر في العمود الفقري نتيجة هشاشة العظام؟ أول حاجة لازم نعملها هو التشخيص الصحيح، لازم نعرف ليه هذا المريض جاء هشاشة العظام. الأسباب كثيرة ويتم تصنيفها حسب الأعمار. الأعمار صغيرة السن عادة يكون السبب وراثي أو مرض وراثي، أو عدم تخليق الغدة جارة الدرقية اللي بتساعد نقل الكلس إلى داخل العظام، أو أنه الجسم ما بيستقبل الكلس وما بيخزنه، أو ضعف في أخذ الكلس، أنه المريض أو الطفل أو الشاب أو الشابة ما بياخذ كمية كافية من الأغذية اللي فيها كلس أو كالسيوم كافي، أو أنه جسمه عنده أمراض هضمية تمنع امتصاص الكالسيوم. إذا انتقلنا إلى أعمار أكبر، خلينا نقول من 40 وفوق أو عادة من 50 وفوق، لكن في من 40 أيضا، يكون سببها عادة إنه الجسم غير قادر على بناء الكلس داخل جسمه. وهنا تبدأ تصنف المرضى إلى عدة أصناف. هل هو مريض ممكن يكون مصاب بالسرطان من قبل، فقد يكون السبب هشاشة العظام هو سرطان. هنا يكون السيدات أكثر من الرجال، وإذا السيدة أكبر من 50 سنة فيكون عندها هشاشة العظام نتيجة سن اليأس ونقص هرمون معين اسمه الاستروجين في الجسم عندها، يؤدي الى نقص بناء الكلس او تحكم في الكلس في داخل العظام. الرجال ما في فرق عن السيدات كثير، انما عددهم اقل، وعادة يكون عند الرجال هشاشة العظام بعد سن كبيرة جدا اذا لم يكن هناك اسباب وراثية او اسباب تخليقية. كيف اتعامل مع مريض هشاشة العظام؟ في عدة طرق، في الطرق الجراحية وفي الطرق النصف جراحية وفي الطرق التحفظية. انا من المدرسة اللي تفضل الطرق التحفظية في التعامل مع كسور العمود الفقري نتيجة هشاشة العظام وليس الكسور نتيجة الاصابات. لك ثبت عندي ان الكسر سببه هشاشة عظم أنصح بعدم التدخل الجراحي. هناك مدارس أخرى تفضل التدخل الجراحي بحقن أسمنت داخل الفقرة المكسورة، أو حقن جبس داخل الفقرة المكسورة، أو نفخها، أو حقن مادة معدنية ورفع الكسر. مو خطأ، ولكن لا أفضل هذا الشيء وله اعتبارات أخرى. بمعنى أنه هذا الكسر إذا تم إصلاحه وتم تقويته، أنت عندك في خلفية رأسك أنه الفقرة اللي فوق الفقرة المكسورة واللي تحتها أصلا مصابة أيضا بهشاشة العظام وضعيفة، فهيكون ضغط الفقرة اللي أنت عالجتها جراحيا على الفقرتين الآخرتين أقوى وممكن تؤدي إلى كسرها. هذا السبب اللي يمنعني أنا من التدخل الجراحي في الحالة هذه. طب كيف نعمل؟ نعمل يا طويل العمر الآتي: في أدوية تعطى لمرضى هشاشة العظام لتقوية العظام. تنقسم هذه الأدوية إلى عدة أقسام. في أدوية تؤخذ عن طريق الفم، وأدوية تؤخذ عن طريق الإبر. الإبر هذه في إبر تؤخذ مرة شهريا، وفي إبر تؤخذ كل 6 أشهر، وفي إبر تؤخذ سنويا، وفي إبر تؤخذ كل يوم. كل مريض له تصنيف خاص فيه، واللي يحدد هذا الشيء هو طبيب هشاشة العظام أو طبيب العظام، هم من عندهم التخصص والفكرة هذه، أو طبيب تخصص آخر دارس تخصص يسمى الأوستيولوجي. أوستيولوجي من التخصصات المسؤولة عن علاج العظام، مش جراحة وإنما علاج العظام بالأدوية، وهم أكثر ناس عندهم خبرة في التعامل مع هشاشة العظام. ثم نعطي المريض أيضا حزام، يلبس الحزام لمدة 3 أشهر تساعد على ثبات العمود الفقري، والفترة هذه في نفس الوقت بيأخذ الدواء المطلوب منه. الدواء عن طريق الفم يسمى
الاندرونيك اسيد يؤخذ مره في الاسبوع. هذا الدواء له طريقه اخذ لابد من العنايه باخذه بشكل سليم. اول شيء يؤخذ صباحا على الريق، يشرب عليه كميه كبيره من الماء لمده اقل شيء نصف ساعه، والمريض في خلال نصف ساعه هذه ممنوع ينام على ظهره. خطوره النوم على الظهر اذا اخذ هذا الدواء وقلت شرب الماء يزود نسبه الاسيد في المعده ويؤدي لا قدر الله الى جرح في المعده وجرح في المريء. لذلك لابد ان ياخذه المريض في حال وضع الجلوس مع شرب ماء كثير لمده نصف ساعه على الريق حتى يمكن امتصاصه بشكل جيد ويبني العظام. في ابر تؤخذ يوميا، هذه الابر تسمى فورستيو، يؤخذ مره 6 ملغ يوميا تحت الجلد، ولكن لها مرضاها الخاصين. اذا مريض عنده اصابه بالسرطان او عنده مشاكل او عندها مشاكل اخرى في الغدد او في الهرمونات يمنع اعطائهم هذا الدواء وينتقل الى الدواء الاخر نفس الاندرونيك اسيد ولكن عن طريق ابر او من مشتقات الاندرونيك اسيد ايضا عن طريق ابر. يصاحب هذه الادوية كلها دائما للجميع لجميع الفئات فيتامين دي. في فيتامين دي يعطى كل 5 أسابيع، وفي فيتامين دي يعطى كل شهر مرة، وفي فيتامين دي يعطى كل يوم. أنا أفضل أعطي المريض فيتامين دي 1000 وحدة يوميا عن طريق الفم، وأفضل من هذا كله التعرض لشمس الفجرية وشمس المغربية، تبني فيتامين دال في الجسم بشكل أسرع بكثير من الحبوب. ولكن في الحالات اللي مثل هذه عندهم نقص مرضي، حتى لو كان نسبة فيتامين دال في الدم طبيعية، هذا لا يعني أن نسبة فيتامين دال داخل الخلايا طبيعية. أتمنى أنه أكون وصلت معلومة ولو بسيطة جدا للمهتمين بهذا الموضوع. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.